عزيزي الرجل، هل تعلم سر المرأة برج القوس؟ أنت تعرف جيدا مشكلتها في الحياة. هي امرأة صادقة، لا تخشى أن تلوم أحد عن خطأ ارتكبه أو تقول رأيها في موقف دون خداع. نعم، يسبب لك الكثير من المشاكل هذا الأمر، ولا يعجبك ما تنطق به أحيانا، فهي تقول ما يجعلك تنفعل غضبا، الأمر الذي جعل الحديث غير لائق، مما زاد الأمور حدة وجود هذا الجمع الكبير من الناس. ولكن لا تنسى ما تصنعه معك في المنزل عندما تقبلك وتجود عليك بمعسول الكلام من الحديث الطريف الذي ينسيك الدنيا بما فيها. هي لا تحب الجلوس في المنزل وتحب الاستقلالية، ولا تكترث للروابط العائلية، وهذا ما يفسر حبها الكبير للقيام بالسفر والنزهات والزيارات. شخصيتها المستقلة معيار حياتها، ولن تقبل مبدأ إصدار الأوامر، ولذلك نصيحتي لك أن تطلب منها ما تريد بمنتهى اللطف. أخطأت حينما سخرت منها بين أصدقائك في تلك الحفلة، فلقد سبب سخريتك ألما وجرحا عظيما في قلبها، لكنها لن تظهر لك ذلك أبدا على الملأ، وإنما ستتظاهر أمامك بالمرح وترمي بالنكت اللطيفة، وفي المساء ستظل طوال الليل تملأ الوسادة بالدموع. فلقد انكسر قلبها. نعم نعم يا صديقي، لقد انكسر قلبها، لكنك استطعت أن تنتصر وتفوز بقلبها، وهي الآن تحاول أن تسعدك، فحاول أنت أن تسعدها. امرأة رائعة، تحاول أن تفعل ما يحلو لها وعلى طريقتها، وأنت تحاول أن تسدي دائما لها النصيحة. ثق بأنها سوف تقتنع بحديثك ما لم يكن أمرا فيه فظاظة، وستترك وظيفتها وعملها لتهتم ببيتها وكل ما يحلو لك، بشرط أن تشعرها بأنها اختارت الزوج الصحيح بالحب الصادق والهدوء. ستحفظ لك كل كلمة همست بها في أذنها، فلديها ذاكرة قوية. صدقني، إنها تذكر حديثك معها يوم لقائك الأول ذات مرة منذ أعوام، وتحتفظ بخطاباتك الوردية وبالزهور والرسائل بين دفتي كتاب. ألم أقل لك أنها حساسة وعاطفية؟ نعم، إنها حساسة وعاطفية. هي كربة منزل، تقابلها بعض المشاكل، فهي ترغب دائما في الأعمال المنزلية، ودائما تفضل أن تكون بجانبها خادمة، فلا تبخل عليها إذا كان في مقدورك المادي ذلك، وإلا فلتأخذ في اعتبار أن تصطحبها إلى أحد المطاعم في عطلة نهاية الأسبوع. لا تحب الكآبة والتشاؤم، فمن منا يحب الكآبة والتشاؤم؟ إنها دائما تتحول إلى إنسانة لازعة، وغضبها في ذلك لن يزول إذا تشاءمت. زوجتك القوس تحب الضيوف، سيدة مضيافة أكثر من الزوج الأسد، في ذلك يأتي من لباقتها ومرحها وطرافتها. ولا تنسى حديثها معك في ود وحب عن أنك فارس أحلامها التي انتظرته منذ طفولتها. أعتقد أنك إنسان محظوظ بزوجتك القوس، أليس كذلك؟ الطفل مواليد برج القوس، كيف تتعامل معه؟ طفلك الرضيع لديه رغبة قوية للبقاء دائما بين الناس. أطفال القوس لا يحبون العزلة، وسيبكون عندما يشعرون بأنهم وحدهم في المكان. أما إذا نام الطفل وسط جمع الأسرة، سينام وهو سعيد بكل هدوء، سيضحك أيضا في منامه. سيبقى طفلك متذكرا له في شيخوخته كل ما تعلمه منك حول الآداب والسلوك والأخلاق الذي يجب أن يتبعه. سيحترم حديثك إلى أبعد الحدود، فعندما تحدثه عن الصدق وعدم الكذب سيكون صادقا بين أصدقائه، ويعرفه معلمه في المدرسة بهذه الصفة. هؤلاء الأطفال لا يكفون عن الأسئلة وعن كل شيء، وقد تصيبكم هذه الأسئلة بنوع من الاستفزاز أحيانا، لكن صدقوني بأنه ميل غريزي لمعرفة الحقيقة واكتشاف الحقيقة. طفلكم الصغير يسبب المشاكل والآلام بسبب شغفه للحرية، هربه المبكر من المنزل نهائيا لكي ينعم بالاستقلالية، فطفلك الصغير سيكبر قبل أصدقائه بكثير، فحاول دائما توجيهه لأن منعه من ذلك لن يفيد. طفل مسرف منذ الصغر، وعلى والديه تدريبه وتأهيله لتعلم الاقتصاد والادخار،
وليكن ذلك بعقاب مثل أن لا يأخذ مصروفه أكثر من مرة في الأسبوع، وإذا أنفقه كله لا يصح تزويده بأية أموال أخرى. ذلك يربي فيه تدبير أموله منذ الصغر، فلا شك في أنه سيفكر في المرة القادمة في توفير أموال تكفيه باقي الأسبوع. طفلكم يحب العلم بكل أنواعه، يحب اللعب والمتعة، ولكنه غير صبور على ذلك، فهو دائما ينظر إلى السماء وسيظل يتابع المسيرة إلى الأمام. إذن هذه كانت أهم الصفات العامة لمولود برج القوس، رجال نساء أطفال. نذكر بأن مولود برج القوس هو من 23 11 22 12.